اليوم تخرج قبيلة أرحب الشرفاء الأوفياء إسناداً ووقوفاً في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، واستعداداً لبذل الأرواح والأنفس، وكما كانت أرحب حاضرة في كل الميادين وفي كل المواقف، اليوم تقول للعالم بأننا هنا مستعدون وحاضرون، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستغرق أمريكا وجبروتها وبريطانيا في البحر الأحمر كما غرق فرعون في البحر بقوة الله وبعزة الله، والشعب اليمني حاضر ومستعد لتقديم المواقف المشرفة الصادقة في هذه المعركة التي هي أصدق المعارك.